في محاولة للضغط على الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية من قناة شرعية وهو مجلس الشعب، دخل الإخوان المسلمون البرلمان المصري ودعوا فضيلتكم للترشيح فرفضت. أولا، ما هو تقييمكم لهذه المحاولة الإخوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يكون بصيرا بزمانه مدركا لشأنه، وما من شك في أن النية لها وضعها في عمل المسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت هناك جماعة من المسلمين دخلت مجلس الشعب لترفع صوت الإسلام في هذا المجال وتعرض صفحة الإسلام ناصعة طيبة بوجهه المشرق، فما من شك في أن هذه تجربة ويجب أن يستفاد بها. فإن الأحداث والأيام والليالي لا بد للمسلم أن يأخذ منها العبرة، والعاقل من يأخذ من أحداث الزمان درسا. فإذا كانوا قد دخلوا تحت هذه القبة وأرادوا بذلك أن يعرضوا الإسلام، فما من شك في أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ذات الصدور. أما كوني لم أدخل هذه التجربة فذلك لأنني جندي يعمل في مجال الدعوة، ومجال الدعوة يقتضي أن أكون متفرغا للقراءة والكتابة والدعوة إلى الله. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع في كل المواقع، وكل مسلم على ثغرة من ثغرات الإسلام ومن ثغور الإسلام، فلا يؤتين من قبله.